أنا يهودي. مين اللي عمل الفيلم؟ إسرائيل الجنسية. Why do you trust this man؟ حاجة غريبة مش كده؟ بريطانيا والهند وإسرائيل. يوم كيبور. أو حرب عيد الغفران. جملتين البينج بونج. أنت نسيت إن إحنا في إسرائيل بنقرأ من اليمين للشمال. إذا وصل العرب إلى تل أبيب سيتم محو إسرائيل من الخريطة. فيلم جولدا. فيلم جولدا تم طرحه في شاشات العرض الأمريكية يوم 25 أغسطس اللي فات، وبالمناسبة هيتم طرحه في شاشات العرض في المملكة المتحدة يوم 6 أكتوبر. وللي ما يعرفش جولدا من الأجيال الجديدة هديكم ملخص بسيط عن الشخصية علشان تبقوا معانا على الخط. جولدا مائير هي رئيسة وزراء إسرائيل الرابعة منذ قيامها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، وفترة رئاستها للوزراء اللي استمرت 5 سنين كانت من مارس 1969 إلى يونيو 1974، وقبل كده كانت وزيرة للداخلية لمدة 3 شهور سنة 70، وقبلها كانت وزيرة للخارجية لمدة 10 سنين من سنة 1956 لحد سنة 1966، وقبلها وزيرة للعمل لمدة 7 سنين من سنة 1949 لحد سنة 1956. جولدا مائير أصلا أوكرانية، اتولدت في مدينة كييف سنة 1898 وكان اسمها جولدا مابوفيتس. هاجرت مع أهلها سنة 1906 لولاية ويسكونسن الأمريكية واشتغلت مدرسة بعد ما تخرجت من كلية المعلمين، وبعد كده انضمت لمنظمة العمل الصهيونية سنة 1915، وبعد كده هاجرت لفلسطين سنة 1921 مع جوزها موريس مايرسون. وبعد ما مات جوزها سنة 1951 اتخذت اسم جديد ليها بالعبرية اللي هو مائير، واللي كان ترجمة من اللغة اليديشية لاسم عيلة جوزها مايرسون ابن مائير. وده لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيامها طلب من وزرائه استخدام أسماء عبرية، فبقى اسمها من ساعتها جولدا مائير. رغيت كتير، بس المقدمة دي كانت مهمة للي ما يعرفش جولدا مائير من الأجيال الجديدة زي ما قلت. تعالوا بقى معايا أحكي لكم الحكاية. الحكاية بدأت أول السنة دي لما شفنا كلنا البوستر بتاع الفيلم الجديد اللي اسمه جولدا، واللي أعلنت الجهات المنتجة ليه إن هيتم طرحه في نهاية الصيف. لحد دلوقتي والموضوع بالنسبة لي كان عادي جداً، فيلم زي أي فيلم من أفلام السيرة الذاتية اللي بيتعمل عن أي شخصية من الشخصيات العامة في العالم. الحاجة الوحيدة اللي شدت انتباهي، وأعتقد إنها شدت انتباه ناس كتير من متابعين السينما، إن الفيلم بطولة الممثلة الإنجليزية الكبيرة هيلين ميرن. طب ليه في رأيكم هو شد انتباهي؟ لأن هيلين ميرن في 2006 قدمت شخصية الملكة إليزابيث الثانية في فيلم ذا كوين، وأعتقد إن حيثيات اختيارها في فيلم جولدا مائير ما كانش بس لأنها ممثلة قوية وكبيرة ومهمة ومتلونة في كل الشخصيات اللي بتقدمها، لكن كمان علشان مشاركة هيلين ميرن في شخصية جولدا مائير جوه الفيلم هيكون جزء من الدعاية غير المباشرة للفيلم، لأن أكيد الجمهور اللي هيكون اتفرج على فيلم ذا كوين في 2006 هيكون متشوق برضو إنه يشوف الممثلة القديرة دي وهي بتلعب دور شخصية عامة تانية زي جولدا مائير. الصراحة حركة تسويقية صايعة جدا، لغاية كده والموضوع عادي جدا مفيش أي مشاكل، لحد ما اتفرجت على تريلر الفيلم اللي نزل من شهرين، وكانت المفاجأة. الصراحة التريلر استفزني جدا، وعشان كلامي اللي جاي يكون واضح وما يحصلش خلط ما بين تقييمي الفني للتريلر ورأيي أو وجهة نظري كمواطن مصري عن المحتوى اللي جوه هذا التريلر، فحب أقول في البداية أن تريلر الفيلم كوسيلة أولى للدعاية عن الفيلم بصراحة ممتاز، متقن الصنع ومبهر وبيشد انتباه الناس، ودي أهم حاجة في منتج التريلر، لأنه ببساطة شديدة جدا قدر يشد انتباهي أنا كمشاهد تجاه الشخصية الأساسية في الفيلم اللي هي جولدا مائير. إنما اللي استفزني الصراحة هي المعلومات اللي اتطرحت جوه التريلر، أو المعلومات التاريخية اللي اتطرحت جوه التريلر، واللي كانت بالنسبة لي كمواطن مصري عارف تاريخ بلده ومقتنع ومؤمن بيه عبارة عن معلومات مزيفة وغير صحيحة وضد كل معلوماتي التاريخية ومبادئي وقناعاتي الشخصية. طبعا لما شفت التريلر فهمت إن الفيلم مش مجرد سيرة ذاتية لشخصية جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل، إنما هو توثيق لوجهة نظر الجانب الإسرائيلي عن حرب 6 أكتوبر، أو زي ما بيسموها حرب يوم كيبور أو حرب عيد الغفران.
وبغض النظر عن ان كل طرف في الحكاية بيبقى ليه وجهة نظره الخاصة ورؤيته عن الواقعة، ولكن وجهات النظر المختلفة والرؤى المختلفة لا تغير من حقيقة واقعة، وهي ان حرب السادس من اكتوبر او حرب يوم كيبور او يوم الغفران او عيد الغفران هي حرب قامت لتحرير الاراضي المصرية المحتلة من سنة 1967. وعلى الجانب الاخر في الشمال القوات السورية كانت بتزحف نحو هضبة الجولان لتحريرها من الاحتلال الاسرائيلي ليها. والنتيجة الواقعية اللي محدش يقدر يغيرها هي انه الطرف المصري انتصر في هذه الحرب وعبر قناة السويس وحرر الاراضي المحتلة بتاعته. من اول جملتين سمعتهم جوه تريلر الفيلم اللي كانوا على لسان جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل يوم 6 اكتوبر سنة 73 في خطاب تلفزيوني القته على الشعب الاسرائيلي، الصراحة الدم ضرب في نفوخي. الجملة الاولى كانت ايه؟ اليوم شن الجيشين المصري والسوري هجوما على اسرائيل. والجملة التانية اللي كانت على لقطة من شاشة تلفزيون جواها خريطة بتبين ان حدود اسرائيل مش بس فلسطين المحتلة انما كمان ارض سيناء، كانت بتقول اعداؤنا تأملوا أن يفاجئوا مواطني إسرائيل في يوم كيبور. المستفز بالنسبة لي هنا أن الجيش المصري والسوري ما كانوش بيهجموا على إسرائيل، إنما كانوا بيزحفوا جوه أراضي الدولتين المحتلة، سواء أرض الجولان السورية في الشمال أو أرض سيناء المصرية في الجنوب، علشان يحرروها من الاحتلال. وفي اللحظة دي قررت أني أحلل التريلر تحليل دقيق، ولما الفيلم ينزل أتفرج عليه برضه وحلله تحليل دقيق. علشان نحلل التريلر أو الفيلم تحليل كويس جدا لازم نعرف كذا معلومة مهمة. المعلومة الأولى هي أن إسرائيل زيها زي أي دولة في العالم بتفرج عن الوثائق السرية لأي حادثة أو وقعة بعد 50 سنة من مرورها. يعني السنة دي إسرائيل أفرجت عن الوثائق السرية الخاصة بحرب 6 أكتوبر أو زي ما هم بيطلقوا عليها حرب يوم كيبور أو حرب عيد الغفران. ودي إشارة أن الفيلم هيكون فيه مفاجآت كتيرة جدا ممكن نكون بنشوفها أو ممكن يكون العالم بيشوفها لأول مرة، بس بتتقال من وجهة نظرهم. الحاجة التانية اللي لازم نعرفها قبل ما نحلل أي فيلم هي مين اللي عمل الفيلم والفيلم موجه لمين، يعني مين شركة الإنتاج أو الدولة اللي أنتجت الفيلم ومين الجمهور المستهدف لهذا الفيلم. طبعا واضح جدا لأنه فيلم اتطرح في شاشات العرض الأمريكية وهيطرح في شاشات العرض الإنجليزية كمان يومين ثلاثة، إن الجمهور المستهدف في الفيلم هو سكان الكرة الأرضية أو العالم كله، فصناع الفيلم بيخاطبوا هنا جمهور العالم. في التريلر كان أول لوحتين تظهر قبل أي لقطة هما لوحتين لشركتين كل واحدة بجنسية مختلفة. الشركة الأولى اللي هي بريكر ستريت هي شركة بريطانية، والشركة الثانية اللي اسمها شيف هانز هي شركة هندية. أما اللوحة الأخيرة في تريلر الفيلم فكان فيها اسمين، اسم كاتب السيناريو بريطاني الجنسية اللي اسمه نيكولاس مارتن، واسم المخرج جاي ناتيف اللي هو إسرائيلي الجنسية. وبالمناسبة هما الاثنين تقريبا رصيدهم السينمائي مش كبير بغض النظر عن ان سنهم كبير. ده معناه ان جنسية الفيلم انتاجيا بريطانية هندية، يعني الفيلم ملوش دعوة باسرائيل كدولة، ودي حاجة الصراحة بالنسبة لي غريبة جدا. ليه شركتين من دولتين مختلفتين يعملوا فيلم سينمائي عن شخصية عامة في دولة تالتة، حتى لو كانوا جايبين مخرج من نفس الدولة اللي فيها الشخصية العامة موضوع الفيلم؟ حاجة غريبة مش كده؟ انا مش بفترض نظرية المؤامرة بس هي حاجة غريبة. طيب لحد دلوقتي صناع الفيلم من بريطانيا والهند وإسرائيل، بس المفاجأة هنشوفها في فيديوهات تحليل الفيلم اللي جاية. إذا وصل العرب إلى تل أبيب سيتم محو إسرائيل من الخريطة. دي الجملة التانية اللي على لسان جولدا مائير في أحداث الفيلم واللي سمعتها في التريلر وشدت انتباهي، زي أكيد ما شدت انتباه معظم اللي اتفرجوا على التريلر في العالم وحمستهم إن هم يتفرجوا على الفيلم لما ينزل. ومن الجمل الحوارية في الفيلم اللي طلعت في التريلر وبرضو شدت انتباهي بشكل كبير جدا، واللي بعتبرها من وجهة نظري المتواضعة إنها بتدي ستايل رمزي صناع الفيلم قصدوا إن هم يحطوه جوه أحداث الفيلم علشان يبعتوا بيه رسائل غير مباشرة للمشاهدين، هي زي ما بحب أوصفهم جملتين البينج بونج اللي كانوا ما بين شخصيتين قاعدين في اجتماع في مشهد واحد. الشخصية الأولى هي هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي أياميها، وشخصية جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل في اجتماع مغلق. هنري كيسنجر قال لجولدا مائير بمنتهى الوضوح: افتكري إني أولاً أمريكي الجنسية، ثانياً وزير الخارجية، ثالثاً أنا يهودي. فترد عليه جولدا بابتسامة ساخرة وتقول له: انت نسيت ان احنا في اسرائيل بنقرا من اليمين للشمال. جملة حوار عبقرية ردا على جملة كيسنجر الاولانية، بتبين قد ايه ان الشخصية كانت مش سهلة كده ودحلابة. هو بدأ كلامه بكلمة
افتكري، وهي بدأت كلامها بكلمة ما تنساش، كلمة ضد كلمة، وكلامها كان مفهومه أنه اعكس كلامك لو سمحت، ابدأ أنك أنت يهودي الأول وبعدين قول أنك أمريكاني. وده تعبير عن توجيهه لأن ولائه لازم يبقى الأول لدولة إسرائيل لأنه يهودي الديانة مش أمريكي الجنسية، في إشارة لإعادة توجيه أولوياته كوزير خارجية أمريكية. الصراحة جملتين البينج بونج دول هما اللي خلوني اتحمس جدا لنتفرج على الفيلم وشوف المحتوى التاريخي فيه بيقول ايه من وجهة نظر الطرف الآخر. طبعا في لقطات كتيرة جوه التريلر من الفيلم فيها برضو الاسلوب الرمزي، زي شط كده وهي ماشية في مكان يبدو وكأنه تلاجة موتى، يمين وشمال في جثث، ودي طريقة تعبيرية برضو بيحاولوا بيها استدرار عطف المشاهد نحو ما حدث في الحرب. الفكرة اللي دايما بيستخدمها صناع السينما اليهود اللي بيعتنقوا فكرة الصهيوني، او صناع السينما الاسرائيليين فكرة شحذ التعاطف العالمي مع أحداث الفيلم، زي ما ستيفن سبيلبرغ مثلا بيعملها كتير في أفلامه من أول شندلر ليست لحد فيلم ميونخ اللي عمله في 2005. ولقطات كتيرة بتأكد أنه معظم أحداث الفيلم هتبقى حاصلة في غرفة عمليات رئاسة الوزراء الإسرائيلية، وأن في عنف شديد جدا في أحداث الفيلم من تفجيرات ومعارك حربية وهكذا. المهم أنه بغض النظر عن جودة الفيلم الفنية، إلا أنه النقطة اللي عايز أركز عليها ونحط تحتيها مليون خط هي انه ما سيتم طرحه في هذا الفيلم هو وجهة النظر الاسرائيلية عن حرب 73. في النهاية ارجو اني اكون قدمت محتوى كويس في الفيديو ده يعجبكم ويخليكم تشتركوا في القناة وتتابعوا الفيديوهات اللي جاية. استنوا الفيديوهات اللي جاية لقراءة وتحليل فيلم جولدا. وبرضو عايز اقول لو حابين تسمعوا الموسيقى بتاعتي او تتفرجوا على فيديوهات فيها الموسيقى بتاعتي، اشتركوا في قناة هيثم الخميسي الموسيقية في اليوتيوب او @music_love. سلام عليكم.